أهلا بحضراتكم مرة أخرى. فضيلة الإمام، في الجزئية السابقة كنا نتحدث أنه لابد للإنسان أن يدعو، لكن هناك من يقول يعني أليس الله سبحانه وتعالى هو أعلم بالسر وأخفى؟ فإذا كان المولى عز وجل أعلم بالسر وأخفى، فلماذا أنطق بما في داخلي من سر بلساني؟ تعبدا، عبادة، طلبا لإظهار الخضوع والخشوع والعبادة لله رب العالمين. نعم. ما انا كان ممكن ايضا ما صليش وقلبي يتعلق بالله طول النهار والليل، لكن ما ينفعش، لانه لو كنت حقا حبه لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. فاذا فانا بعمل كده عباده لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في الحديث يحب من عبده أن يدعوه. نعم. فإذا جاء قوم ولم يدعوا الله سبحانه وتعالى أهلكهم، وجاء بأقوام يدعونه. يعني تخيل للدرجة دي، لو في ناس ما بتدعوش ربنا يهلكهم ويجيب آخرين يروحوا آخرين علشان يدعوا. فإذا الدعاء ده حاجة بترضي الله، حاجة ربنا خلق الدنيا عليها، خلق الدنيا من أجل أن يكون هناك عبد وأن يكون هناك رب. نعم. والرب رب والعبد عبد. نعم. وهناك فارق بين المخلوق والخالق. ونعم بالله. ومدام كده هو سبحانه وتعالى عطانا هذه الفرصة لمناجاته ولدعائه ولسؤاله وللطلب منه وللتذلل إليه والخضوع إليه وهكذا. نعم. في مذاهب أخلاقية، هي لا أخلاقية الحقيقة، بترى إنه، لكن هي بيسموها كده في الفلسفة، الأديان والمذاهب الأخلاقية. هي يا أخوانا المذاهب عفوا، إيه الأخلاقية دي؟ يقول لك إزاي إنك خاضع للإله، يجب على الإنسان أن يعتز بنفسه وأن يثق في نفسه وألا يخضع لأحد. ولا يخضع لأحد من البشر، لا يخضع لسلطة من السلطات المخلوقة، لكن انت كده مش عارف ربنا ده مين، ولذلك بتقول الكلام اللي انت بتقوله ده. ده ربنا ده حاجة تانية خالص، ده ربنا ده رحمن رحيم حبيب. ولذلك الدعاء بقى بيعمل ثقافة وبيعمل عقلية وبيعمل نفسية وبيعمل من العقلية والنفسية شخصية، غير العيال بتوع المذهب الأخلاقي اللي بيقولوا على الكلام ده. العيال دي بعدت عن ربنا قوي، فربنا ما علمش في عقولهم ولا نفوسهم ولا أرواحهم ولا شخصيتهم، فراحوا قايلين الكلام ده. لكن الدعاء ده عملية زي ايه، تمرين عملي تدريبي لإحداث المهارات. عارف المهارة دي هنا ايه؟ العبودية. العبودية دي مهارة الإنسان هيفتقدها من غير التدريب. أكيد طبعًا. طبعًا. وإذا لم يكن هناك تدريب لم تكن هذه المهارة. الله سبحانه وتعالى سيرضى عنا، اللهم انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، عندما نتحقق بالعبودية الحق. العبودية ليس معناها الخضوع والذل لأحد من البشر، ولكن هي معناها العبادة لله الواحد القهار، الفرد الصمد، الواحد الأحد. ومن هنا تحتاج إلى تمرين. نعم. والدعاء هو هذا التمرين. نعم. مولانا، حينما يحب الله عبدا ابتلاه، فهل من الممكن أن الله سبحانه وتعالى حينما يحب هذا العبد ودعاء هذا العبد يبتليه لكي يدعوه أكثر وأكثر؟ ربنا حبيب ورحيم، والدنيا بناها هو سبحانه وتعالى على حكاية الامتحانات المتتالية دي، لدرجة ان النبي يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. حرر العقل من ان الابتلاء
هو نوع من أنواع العقوبة. لا مش نوع من أنواع العقوبة. ده قد يكون نوع من أنواع الرحمة، نوع من أنواع الدفع، نوع من أنواع إن هو التنبيه ينبهني. ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. أنا بدي لك حاجة كده علشان تخاف، بس مش عشان أنت تخاف أو علشان الخوف ذاته، إنما علشان التنبه والتقوى والرجوع. أكيد. فربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العبد بأصل الخلقة. ولذلك لما الإنسان يبتلى بشيء مش عشان هو يدعو، إنما هو عشان ينبهه إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى مرضاته. نعم. مولانا نتحول إلى الاتصالات الهاتفية. معنا الأستاذة هيام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ أنا بسأل حضرتك، أنا عملت عمرة فأحرمت من المدينة، فطريق ما بين المدينة ومكة كنت قاعدة وكنت متوترة، فضلت أرقص في صوابعي وبفري اتشال بس ما كنش قصدي، ده يبقى حرام ولازم أعمل تاني إحرام تاني من الأول؟ والسؤال الثاني، أنا محجبة فبعد كده قدام جوز اختي كده بشعري، بس مع العلم اللي هو وقت ما اتجوز اختي انا ما كنتش محجبه، كنت بخرج كده بشعري. ومتشكره قوي. شكرا. طيب استاذه شيرين. الو. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سلام وانتم طيبين وبشكركم على البرنامج. اهلا وسهلا وانتي بالصحه والسلامه. اتفضلي. عايز اسال حضرتك ايه شروط التوبه وازاي يعني هل التوبه المفروض اجددها؟ يعني لو الانسان عمل حاجه او كده غلط إيه ازاي يجددها او ربنا بيتقبل التوبه لحد امتى؟ حاضر. طيب الاستاذه مروه. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا كنت بس عايز اسال حضرتك لو حد ظالم هل دعوته مستجابه؟ ولو هو يعني حتى لو رد الظلم، يعني حتى لو رد الظلم ده ده ممكن يبقى مستجاب الدعوة ولا لا؟ حاضر. الاستاذ شادي. حاضر يا استاذ مروه. سامي، انا اسف، استاذ سامي اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا كان ليا يعني توضيح يعني حابب ان انا اوضحه، وهو يعني زياد الاخلاق وزياد القدوه الحسنه في السنوات الاخيره مفيش القدوه الحسنه اللي نقتدي بها في المجتمع المسلم. كنت عايز يعني توضيح في هذا السبب لو تقرب. توضيح في ايه يا فندم؟ استاذ سامي حضرتك عايز توضيح في ايه بالظبط؟ طيب قطع الخط، كان بيتكلم على فكرة القدوة الحسنة في السنوات الأخيرة. طيب أبدأ بأستاذة هيام، أنها أحرمت ثم من المدينة وذهبت إلى مكة وكانت تقدم الأظافر. من المحرمات الإحرام أن احنا ما نأخذ من الظافر وكذا قصا، يعني بالمقص أو بالقصافة، لكن هي قاعدة تلع في بقها كده. بس هي قالت حاجة، قالت انه انا كسرت الضفر. طيب كسرت الضفر قبل الميقات ولا بعد الميقات؟ ان كان قبل الميقات فعليك بانك تعيد الاحرام، اذا كان بعد ما وصلت للميقات يبقى هيبقى عليك دم، مفيش اعادة للاحرام ولا حاجة، بس يبقى عليك ذبيحة تهدي دم. طيب بتجلس امام دور اختها محرم بشعرها ما ينفعش، اليس مش هو محرم بالنسبه لها؟ ف لا، ده تحريم مؤقت. ف يعني واحد متجوز اربعه تبقى كل نساء المسلمين حرام عليه، فهل كل نساء المسلمين يكشفوا امامه؟ صحيح. لا. ليه؟ لانه ده تحريم مؤقت لحين انه واحدة منهم تموت أو تطلق وتمضي عدتها إذا طلقت، فيقدر يتجوز واحدة مكانها. فإذا الأخ ده زوج الأخت، افرض الأخت دي انتقلت رحمة الله ممكن يتجوزها. افرض ان طب بلاش،
افرض ان في ست متجوزة، طب ما حرام عليا لانها متجوزة واحد تاني. فهل يجوز انها تكشف عليا لان انا حرام عليها وهي حرام عليا؟ صحيح. لا مش ممكن. لا يجوز. ليه؟ لان هذا التحريم مؤقت. مؤقت بايه؟ مؤقت بخلوي من الموانع الشرعية وخلوها من الموانع الشرعية. أخو الزوج كذلك لا يجوز أن تظهر بشعرها أمام أخو الزوج. كذلك. لا أخو الزوج. إنما أنا يا البنت تظهر بشعرها قدام حماها أبو جوزها أو معلش ده أبوها خلاص. والست تظهر بشعرها قدام جوز بنتها لأن دي أمه خلاص بقت أمه. طب افرض طلق البنت دي ما زالت امه ولا يجوز له ان يتزوجها. فالاخت اللي بتعمله ده انه زوج اختي لانها ما كانتش محجبه قدامه. طب هي طب انت ما بقيتيش محجبه، ما انت قدام كل الناس ما كنتيش محجبه. يبقى برضو حرام. طيب استاذ شيرين بقى شروط التوبه. شروط التوبه ثلاثه وقد يكونوا اربعه. ثلاثه انه انا اندم على الفعل، وان انا انوي الا اعود لمثلها ابدا، وان انا اقلع عن هذا الفعل، ولو كان في حق من حقوق البشر ارد الظلومه بتاعته. هل نجددها؟ اذا وقعتي في الذنب تاني تجدديها وربنا يتقبل. فمروه عايزه بتقول ان في واحد ظلمني قوي وانا عايزه ادعي عليه. يستجيب الله سبحانه وتعالى، والظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الأخ سامي بيقول يعني إن القدوة الحسنة في السنين الأخيرة ضربت في مقتل، إحنا عايزين نحييها. أنا شايف إن إحيائها هو بكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده القدوة الكبرى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك دي مسألة مهمة جدا، حكاية القدوة الحسنة. والقدوة الحسنة دي احنا مفتقدينها فعلا على كل المستويات، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، العلمية، الدينية. فلا بد علينا ان احنا نرجع الى هذه القدوة الحسنة واكمل. والانسان الكامل في هذا المجال هو سيدنا رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. نتحول الى مشاركات بعض السادة المشاهدين من خلال SMS. في التائب الى الله بيقول ما حكم تارك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في البيت؟ ما ينفعش، لازم يروح ويصلي الجمعة. فإذا فعل ذلك مرة فقد ارتكب حراما. فعل المرة جاية الجمعة اللي بعدها ارتكب حرام مضاعف. فإذا فعل المرة الثالثة ختم على قلبه. ودي عملية صعبة. ثلاث مرات متتاليات. فأنت التائب إلى الله لازم تتوب إلى الله وترجع إلى المسجد وما تصليهاش ظهر. طيب نرمين بتقول برجاء الرد، صديق للعائلة أعطيناه مبلغ يعمل به في التجارة، يشغله في التجارة ويعطينا مبلغ ثابت كل شهر، هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ حلال، ونتحاسب في الآخر. يعني أنا هاخد منه 1000 جنيه تمام كل شهر وماشي، هنيجي في آخر السنة صحيح 50,000 جنيه اللي أنا أعطيها لك عملت قد إيه؟ قال لي هو كويسين كده، خلاص السلام عليكم وعليكم السلام ماشي. قال لا دي عملت 11.5 بس. اقول له طب يبقى انت ليك عندي 500 جنيه، يبقى المكسب والخساره. قال لي هي عملت 13 بس انا مش هديك الالف. قلت له خلاص اتراضينا. وهكذا نحاسب اخر السنه اكيد، نديله وبعدين نحاسب. نعم. في خسارة في يوم من الايام قال لي دي خسرت الخمسين، خسرت 10 او خسرت 5. اقول له هات ال 45. يبقى انا داخل معاه على الربح وعلى الخساره، ومفيش مانع من تقسيط العطاء شهريا. في بعض الاحيان يقول لي على فكره ما بقدرش احسب، انا كسبان وكسبان وانا بديك ال1000 جنيه بس مش عارف احسب.
اقول له المهم ما تكونش خسران. صحيح. بس. صحيح صحيح. طيب حد بيقول لحضرتك اريد شراء سيراميك بالتقسيط من شخص بيبيع اي شيء تقسيط وانا اللي اختار السيراميك وهو اللي هيشتريه وانا اكون معاه، هل هذا ربا ام لا؟ لا ده مرابحه، والمرابحه نصص عليها الامام الشافعي في الام. نعم. وده حلال، ده حلال 100% واسمه كده اسمه. نعم. مرابحه يعني بروح للسيراميك انا عايز اشتري طلع ب 10,000 جنيه الراجل دفع من جيبه 10,000 جنيه وانا شلت وروحت وكتبها عليا في الدفتر 12,000 جنيه. هو دفع 10 من جيبه دلوقتي على اساس ان انا ادفع له 1000 جنيه كل شهر، دي مرابحه. دي مرابحه ليس فيها شيء. طيب تامر سليمان بيقول ما هو حكم استخدام كروت الائتمان الفيزا والماستر وما شابه، وايضا ما هو حكم القروض النقديه من البنوك؟ نمره واحد الفيزا كارت دي بتديني 50 او اي حاجه اي نوع 50 يوم 52 55 يوم مش عارف ايه كده. يبقى انا احرص على هذا علشان ما يتعدش عليا الفوائد. اذا انا حرصت على السداد في المواقيت يبقى سليم 100%. ولو دخلت بعد عدت الفتره وحملوا عليا فوائد يبقى كده ربا؟ يبقى ربا، يبقى يقع عليه اسم الربا، يبقى فيه اسم الربا. طيب دي نمره واحد. نمره اتنين بقى هو بيقول القروض الشخصيه. القروض الشخصيه دي كلمه سيئه. القروض النقديه، القروض النقديه، القروض الشخصيه، قروض بالضمان كذا الى اخره، دي كلمه سيئه. انا عايزها تمويل. هتحل لما تبقى تمويل، هيشتري عربيه، هيشتري شقه، هيشتري هيعمل استثمار، فمش هياخد قرض يروح يشتري به كباب وكفته. الكباب والكفته ده اللي هيشتريه ده يبقى ربا، لان هو اللي بيحصل ايه؟ بيديني 10,000 وياخدهم 36,000. ده اغراق للبلاد والعباد في هذا. اما التمويل فده منهج تاني، التمويل ده بيحرك السوق، بيخليني اشتري السلعه، السلعه دي بتبقى ضامنه لسداد المبلغ. صحيح. طيب إيهاب محمد بيسأل هل يجوز تهنئة المسيحيين بعيد القيامة مع اختلافنا في هذا الاعتقاد؟ هو اللي احنا بنهني المسيحيين في عيد الميلاد المجيد، لأن سيدنا عيسى زي سيدنا موسى، النبي عليه السلام قال أن نحن أولى بموسى منهم. فسيدنا عيسى احنا بنهنئ المسيحيين بهذا. لما بيجي بقى اعياد، هذه الاعياد يعني مثلا عيد القيامة بيبقى موجود مع عيد الربيع، فبنهنئهم بيوم الربيع. نعم. واخد بال سيادتك ازاي؟ وما فيش مانع ان احنا نهنئهم بشم النسيم ونهنئهم بكذا وكذا. اللي بيحصل بقى ان في حاجات بتبقى ذات حساسيه شويه. يعني مثلا اخواننا الاقباط بيبقى عندهم حساسيه فعليه انهم يهنئونا بيوم المولد النبوي الشريف. وعند المسلمين حساسيه بانهم يهنئونا بعيد القيامة. نعم. انا بقول يا اخواننا عفوا مش القضيه كده، القضيه كيف تعاملهم. القضية انه ده اخويا اللي كان معايا في الحارة وفي المدرسة وفي الملعب وفي كذا الى اخره، عامله كده. يا سيدي ما طيب انت مش عايز تهنيه بعيد القيامة، هنيه بعيد الميلاد. تاخد بالك؟ لانه عيد الميلاد ده عيدنا كلنا، يخصنا جميعا. يخصنا جميعا. ففي بعض الحاجات كده بتبقى ذات حساسية خاصة. ومسكوت عنها. وكان المثل القديم يقول لك المدارية تكسر المحرات. احنا احسن حاجة ان احنا نقول بشفافية. طيب اهو عيد الميلاد عامل زي عيد القيامة، عامل زي يوم ميلاد النبي عليه السلام، والاثنين ما فيش مانع ان احنا نحولهم لمناسبات. اكيد. ونقول له اهلا وسهلا ومرحبا في المناسبة دي. من غير حساسية. بارك الله فيكم فضلتك. شكرا.
شكرا جزيلا. الله يخليك، جزاك الله خيرا على هذه الحلقة الممتعة، كنت أتشوق إليها منذ أيام طويلة. شكرا جزيلا لحضرتك. فقط مشاهدينا يلزم التنويه بأن مشاركات حضراتكم على هاتفنا كان من خلال أرقام تليفونات السادة المشاهدين اللي كانوا بيتدخلوا معنا من خلالها أو تركوها على صفحتنا على الفيسبوك، وبالتالي كان هذا هو شكل التواصل. نشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.